انطلقت منافسات الجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 الجولة الثالثة لبطولة العالم بإقامة التجارب التأهيلية الحرة على حلبة البحرين الدولية بالصخير وسط منافسة قوية بين بطلي العالم السابقين سائق فراري الألماني سيباستيان فيتل ونظيره سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون. وتتخذ جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج من نفسها حدثا هاما في رزنامة البطولة بعدما حققت نجاحا كبيرا في السنوات السابقة باستضافة السباق الليلي، كما يتميز السباق بتزايد أعداد الجماهير في ظل انتشار رياضة المحركات في المملكة، وفاق الحضور الجماهير في النسخة الماضية على مدار الأيام الثلاثة حول 100 ألف. وتستضيف حلبة البحرين الدولية عدد من السباقات المساندة بتنظيم الجولة الأولى من سباق الفورمولا 2 والجولة الختامية من بطولة كأس تحدي البورش جي تي 3 الشرق الأوسط. وللحديث أكثر عن منافسات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 ينضم إلينا من حلبة البحرين الدولية بالصخير مراسل مركز الأخبار محمد رشيدات. جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج تتخذ من نفسها حدثا هاما في رزنامة بطولة الفورمولا، حدثنا عن أهم أحداث اليوم. عمار مساء الخير إلى كل السادة المشاهدين. طبعا لطالما كان سباق الفورمولا 1 مع كل بداية عام جديد ينطلق ويكون يعني يحمل قطاره العديد من الجولات التي يبلغ عددها 21 جولة. الجولة الأولى كانت قد بدأت في أستراليا في 26 من مارس الفائت وصولا إلى جائزة الصين ومن ثم إلى جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 التي انطلقت في 9 من أبريل وصولا إلى سباق جائزة البحرين الدولية الكبرى لطيران خليج الفورمولا 1 التي انطلقت اليوم منذ ساعات الصباح الأولى بإقامة العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي أمتعت الحضور. هذا الحضور الذي يعني ارتاء أن يكون بشكل كبير جدا لحضور الفعاليات المختلفة التي لا زالت تقام لغاية هذه اللحظة من وصلات غنائية على ما يبدو أنكم تسمعون صوت أنغامها. اليوم كان هناك جولتين، الجولة الأولى لسباق الفورمولا 1 والجولة الثانية لسباق الفورمولا 1. أيضا إلى جانب هذه التجارب كان هناك العديد من الفعاليات الرسمية التي أبدع المنظمون في توفيرها للحضور الذين يعني في تمام الساعة الواحدة أو الثانية كان هناك إقبال كبير خصوصا مع درجات الحرارة الكبرى التي شهدناها اليوم. الفعاليات الترفيهية لا تقتصر على فئة معينة من الفئات المتواجدة، تشمل الكبير الصغير، كل يعني يجد ضالته هنا في حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا 1. طبعا يعني يجب أن نذكر الجهود الجبارة التي يقوم بها جهاز الأمن العام ممثلا بوزارة الداخلية التي وفرت كل ما بإمكانه تسهيل دخول الحضور إلى حلبة البحرين لمشاهدة أمتع وأغرب والأكثر إثارة من الفعاليات الجميلة جدا التي أنست الحضور حرارة هذا اليوم. نعم، كما تحدثت بأن جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حققت نجاحا كبيرا في السنوات السابقة، لو تحدثنا عن التنظيم ونسب مشاركة الجمهور المتابع لهذا الحدث العالمي. كما أسلفت بالقول التنظيم يعني قد يكون رائع جدا، يعني بإمكان أي شخص منذ انطلاقه من بيته وصولا إلى حلبة البحرين الدولية أن يلمس بأم عينيه ما قد يشاهده من تنظيم
وصولا الى حلبة البحرين ومن ثم الدخول الى هذه هذا الرواق الجميل الذي يحوي العديد لغايه اللحظه مع قرب نهايه فعاليات هذا اليوم الاول من سباق جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1. التنظيم عالي جدا ولطالما البحرين يعني استطاعت بجداره وبرعت في ان تكون علامه بارزه في خارطه الدول التي تستضيف مثل هذا السباق العالمي الذي يعني يعشقه الكثير من محبي رياضة السيارات. نعم. إليك أخي الكريم. مراسل مركز الأخبار محمد إرشيدات، شكرا جزيلا لك. وسبق هذا الحدث الرياضي الأهم على أرض مملكة البحرين جهود حثيثة لمارشال البحرين على مدى 4 أشهر في التدريب المكثف والتمرينات الاحترافية على أرض حلبة البحرين الدولية، وذلك من خلال محاكاة أحداث افتراضية من المحتمل أن تقع في مثل هذه السباقات. مارشال البحرين أسرة واحدة اجتمعت عام 2004 متنوعة ومختلفة المهام، تظهر احترافية عالية في ميادين السباقات، تتكون من 1155 عضوا أبوا جميعهم إلا أن يكون فريقهم في الصدارة دائما نتيجة لتدريباتهم المستمرة التي ولدت لديهم خبرات متراكمة وحماسة عالية وتعاونا قطفوا ثماره برفع علم بلدهم في أهم ميادين الرياضة العالمية. تدريب متواصل طول السنة، سواء كان تدريب نظري من مبادئ المارشال ومبادئ المختلفة من أنواع المارشال إلى تدريب عملي اللي نسميه on the job training اللي هو في فعاليات الحلبة طول السنة يكون فيه المارشالز المتدربين مع أخوانهم السينيورز. إن الأوردر فإحنا من عندي يطلع الأمر من عندنا الكلارك أوف كورس من الريس كنترول إنه يعطينا الأمر إنه ندش، فناخذ طبعا ياخذون الاذن من عندنا من ريس كنترول فيتدخلون في انقاذ يا الحريق او الشيء، احنا نتعامل من الحريق مع الحريق في خلال اذا كان في حريق والدرايفر في اصابه فيتعاملون الناس مع الحريق وناس مع الدرايفر. سمعة وصورة ايجابية بناها افراد هذا الفريق المعطاء تركت في اذهان كل من يتابع رياضة السيارات محليا واقليميا وعالميا انطباعا مبهرا عن قدرة هذا الفريق، وهو ما أهلهم للمضي قدما في أول مشاركة خارجية لهم عام 2007 في الرياض وسباق جائزة الهند الكبرى، ومن ثم آخر مشاركات الفريق في تنظيم سباق جائزة أوروبا الكبرى في أذربيجان عام 2016. فهذا الفريق المتعدد المهام يتواجد منذ فترة ليست بقليلة على أرض حلبة البحرين الدولية للتدريب المكثف على المهارات المطلوبة لتنظيم سباق الفورمولا 1 على هذه الحلبة. عارف احنا اللي نسوي هني شغلتنا ان احنا نستلم التقارير من المارشلز اللي هم موجودين وموزعين في التراك مثل ما تشوفهم في الشاشات، ناخذ من عندهم التقارير حسب ظروفهم نكتبها في شيت ونسلمها حق الكليرك اوف ذا كورس اللي هو مسؤول الريس كنترول، وعليه هو يتخذ القرارات ويحدد شنو يبي يسوي حسب هالظرف. واسم فريقنا احنا البيت اند جريد، هذا الفريق يتكون عبارة عن 65 مارشال، كنا نكون في ذي المنطقة نرتب السيارات كلها على حسب أرقامها وعلى حسب أوقاتها الزمنية، وتكون نقطة البداية من هذه المنطقة. هذا الفريق المتكامل الأركان يشتمل على أفرقة صغيرة عدة كفريق المراقبين والتدخل وفريق الحريق والإخلاء والفريق الطبي والفحص الفني للمركبات وفريق نقطة الانطلاق، علاوة على فريق الإمداد والتموين ومساعدة المتسابقين وفريق غرفة العمليات، ليعمل هذا الفريق بكل أركانه كل في تخصصه كخلية نحل واحدة تقوم بعملها على أكمل وجه. استعدادات مارشال البحرين تسير على قدم وساق لاستقبال الحدث الرياضي الأهم على أرض مملكة البحرين من خلال التدريبات المستمرة والكفاءات العالية التي يتمتع بها هذا الفريق من احترافية ودقة في العمل، فها هو يبذل قصارى جهده ليحافظ على مكانته وسمعته العالمية. يحيى العمري من حلبة البحرين الدولية، تلفزيون البحرين.